بسم الله الرحمن الرحيم. اليوم تطريز على بخيوط الصوف، التطريز بخيوط الصوف على الصوف، وهذا السابق كانوا يحبون التطريز على كل شيء، على الملابس والشراشف وحتى الستائر التطريز، وبالتدريج بدأت تقل، هذا التطريز بدأ يأخذ أقل أهمية، وخاصة التطريز اليدوي، وبقى صار التطريز الماكينة. وهسه راح أعلمكم تطريز اليدوي بشكل بسيط، 4-5 غرز مو أكثر، حتى يعني بعض البلوزات والشاكيتات تقدرون تسووها حلوة، يعني تضيفوا لها بعض الغرز. زين، فهسه أول شيء تختارون البصمة، تختارون البصمة، أما أنتوا ترسموها أو تجيبون فد شرشف أو غطاء مال منضدة تاخذون من عنده، تبدين أنت هالشكل تسوين تبصميها بيدك، يعني بصمات بسيطة. فبعد ما بصمتيها شلون تطلعيها على القماش، على النسيج. ف قلنا أول شيء البصمة، ثاني شيء الخيوط، الخيوط لازم تختاريها رفيعة، يعني مو سميكة، سميكة ما تطلع حلوة. وإذا اختاريتي خيوط يعني هيك مثل هذه، تقدرين تفتحيها وتطلعين من عندها جزء حتى لا تصير سميكة. يعني مثلا هذا أنا استعملته، لا مو هذا، هذا طلعت من عنده جزء أطلعه. فالخيوط خلصنا. الأبر، الأبر عادة أكو أبرة خاصة بهذا الشيء، تصير الفتحة مالتها كبيرة، ما أعرف إذا تبين بالكاميرا أو لا، الأبرة يعني الفتحة مالتها تصير كبيرة حتى يدخل بها خيط الصوف. هذه هي آخر شيء، شيء أسفل، أسفل البصمة حتى لا تأخذ شكل مطاط وما نقدر نطبع عليها التطريز. أما يكون قماش خفيف مثل الأورغانزا أو الدانتيل، أسف أسفل منها، أو يخلون عليها خام لاصق يلصقوه بعدين يشيلوه، او يخلوه على قد التطريز، على مقدار التطريز، او يخلون ورق، او يخلون ورق وبعدين يتمزق بالتطريز بعد هذا يشيلوه. مرات يبقى، مرات نشتري بعض الشغلات تشوفين باقي بها الورق. طريقة الطبع مالت البصمة، اما بالتسريج سراجة، مثلا هنا بالسراجة، هسه اسوي لكم اياها، او بالرسم، برسم الصابونة. فمثلا هسه عندي اريد اخلي اني خام لاصق، اني خليت قسم بها خام لاصق، قسم خليت بها قماش. فأنا ما أحب الورق، ما أعرف ليش ما أحبه، لأن يبقى وفتشي منظر ما حلو من الأسفل الورق. فهذا الخام اللاصق من هذا اللي يلصق على الجهتين. وإذا على جهة واحدة خام لاصق اللي يلتصق بجهة واحدة، بس لا يكون كلش ثخين بحيث يفقد القماش المرونة مالته، يعني يكون يبقى هذا يلصق على الجهتين. فلذلك سويته على مود يصير كلش خفيف، يعني يبقى القماش النسيج محافظ على شكله. فهسه طريقة الرسم،
أما أن نطبعها بالصابونة إذا مشت الصابونة عليها، مثلا أريد أسوي وردة انتهت، فراح أمشي على هذه الوردة، أو إذا أريد خمسة بس أنا سويتها ثلاثة، أو إذا الصابونة تروح نقدر بالدنبوس بهالشكل نقشرها هالشكل، وهاي طريقة ثانية. وطريقة ثالثة هذه، هاي أنا أتبعها، هذه الطريقة دائما هالشكل. والطريقة الثالثة وهي اللي أصح وتقدر تستعمليها حتى على القماش، هي أن تخلين البصمة وتسرجيها، تخلين الطبعة وتسرجيها مثل ما أنا مسويت لكم هنا أنا. شوفوا شلون وتسرجوها، فحتى هذه تاخذ الشكل كله. هذه حافة الردة، تجيبين القماش او عادة يعني يسووه خفيف حتى لا ينطي صلابة للمكان، وبعدين نقصه كله حتى اللي يعني عليه تطريز بس اللي يبقى، حتى اللي عليه تطريز اذا ورق هم تنشال بعد احسن. فهسه نخليها الشكل، نسرجها للقطعة القماش حسب ما هي موجودة، وبعدين نسويها شلالة للغرز كلها. هالشكل بعدين تشللين هذا المكان بخيط عادة يعني واضح، تشللين هذا المكان فتترك أثر، تترك الأثر وتخليه للخيط إلى أن تكملين مثل ما أنا هسه مسوية هنا. ونفتح الخيط ها هالشكل زين. هسه هذا انتهينا شلون نطبع البصمة بالخياط أو بالرسم أو بالدنابيس. وبعدين ايضا سوينا بطلناها للقماش بالخام او بالقطعة القماش، وقسم قلت لكم بالورق. واخير شيء نبتدي بالغرز. فالغرز ابسط غرزة هي غرزة التيج. غرزة التيج دائما يستعملوها، هي مثل المرجعة ودائما يستعملوها بالتطريز، بس التطريز مال هنا مال هذا المكان كلش تكون يعني كبيرة، مو مثل القماش، وما تشدين ايدش قوي. مرجعة شلون هي بال شو اسمه المرجعة بالموضوع مالتي مال الخياطة، تعلم الخياطة بشكل مبسط وسهل. تشوفون الأبرة ترجع لي ورا، فهذه غرزة التيج. طفي الأوتي. فهاي غرزة التيج إلى الأخير تكملوها، وبعد ما تكمل بالأخير تسووها غرزة مرجعة وتخلون الخيط في مكان يعني تدخلوه بداخل الخياط حتى لا يبين
حتى ينفتك، يعني لازم نترك له شوية زيادة بالخيار، فهاي الزيادة ندخلها بالخياطات. هسه مثلا هذا الغرزة أريد أني أسوي هنا، أريد أسوي ورق هنا، فحتى لا أمشي الخيط هيجي أمشي بالغرز. وأجي على هذا المكان، هذا المكان هذا راح أسوي ورقة. فهاي الورقة من الوسط طويلة، يعني الطول الأريدة، ومن نفس المكان، نفس المكان اللي بداية أطلع الغرزة وأرجع أخذها هالشكل، وحدة لخة أصغر واللخة أصغر فصارت ورقة، وأرجع أرجع أمشي الخيط بالغرز داخل الغرز حتى أروح للمكان الورقة الثانية. مثلا تشوفون هي بعد ما تتدربون تقومون مو إلا رسم، هسا ماكو لا رسم ولا أي شيء، بس واحد يعرف ما يراد لها فتشي. هسا هذه الورقة ورقة لخة بس بشكل شوية تختلف، شوفوا شو ذيتشها سويتها متفرقة، هذه متقاربة، ثلاث غرز وهاي الشكل. هي مرات البساطة مالتها هي الحلاوة، الحلا بالبساطة، يعني مو إلا فتشي معقد. همّيني مشيته، وبعدين هذه هالشكل، هالشكل باعه هيجي حتى أقطع الخيط. هسه هاي خلصنا غرزة التيج وهذه الورقة. فاتني أقول لكم أنه أكو غرزة الزنجير مرات يستعملوها بالغصن. خل أكمل وإن شاء الله عندي وقت. هسه شلون نطرز الأوراق؟ الأوراق مثل الورقة، هذه مثلا خيط مال التطريز، لأن أو خيط مال الستن، فطلعت من عنده، طلعت من عنده وهيك دا أسوي له حتى أفتحها، لأنه بي هواية معرج. هذه مشكلة لضمت لازم لضمامة. زين هسه هذه متداخلة، هميني مثل هذه مالت الورقة، تاخذون غرزة من نفس المكان، شلون المشعة تشع وحدة، ونفس المكان ترجع على نفس البداية وترجع مرة الأخرى. هسا هاي الثانية، أبدا لا تجرين إيدك بالجر، بتجر حيل تخربين الغرزة، خلي على راحة الخيط من نفس المكان، وهكذا الغرزة الثانية حتى لا أخذ وقت. فرضا يعني هي هاي هالقد،
بس مرات يعجبنا خلي لون لاخ، مثلا لون وردي فاتح، لون وردي طوخ بداخل هاي الغرز، فناخذها من بيناتها، من بيناتها شوية أبعد، يعني مو من بدايتها شوية، وأرجع أخذ غرز هميني شون الشعاع هالشكل. تشوفون بدايتها ما أعرف، يعني البداية هنا أنا شوية أصعد شوية حتى تتقدم لي، وهكذا مثلا وردي فاتح وردي طوخ العكس، فيصير حلو بالتفاوت بالدرجات اللونية. هسه تباعون على يمكن يجوز هذا، يجوز هذا، هسه هذا طوخ يبين، هذا طوخ يبين، اي فهذه المتداخلة. نجي على غرزة أخرى، مدى ما كملتها هذه على مود يبقى وقت أكمل لكم الغرزة أم اللف. هاي كلش يحبوها أكثرية المبتدئين، يحبوها هاي الأبرة هيجي الغرزة طلعتها منها. تاخذون مقابلها غرزة تدخلون وترجعون الأبرة من نفس المكان اللي طلعت من عنده، من نفسه، إذا مو نفسه قريب، وتلفون الخيط 1 2 3 4 وبكيفكم 4 5 8 وتخلون إيديكم على اللف، وبعدين تجرون الخيط بشون نقولين بحذر، جرين الخيط وترجعي للخيط من البداية. من بداية الغرزة الثانية هالشكل. فهذه هي اللف. تحبون اسويها هنا انا فرضا، هسه بعدين افتكها لربما تبين احسن. هاي هالشكل، هاي هيجي تاخذون غرزة تلفون، طلعين الابرة تقريبا اكثر، اكثرها ما يبقى غير بس شوية منها، تلفين الخيط حسب اللف اللي تريدي 4 5 ايش قد تريدين، تسحبين الخيط وبعدين هالشكل، وبعدين ترجعيها بالمكان مالتي. هاي هاي عادة يسوون بها البذور او أنا طبعا ما أريدها هنا الغرزة، فلذلك راح أشيلها. فهي هذه الغرزة ما تلف. عندنا غرزة الزنجيل، غرزة الزنجيل هذه هم كلش سهلة وحلوة. صار عندنا تيج اللف المتداخلة. هسه التيج الزنجيل، الزنجيل كلش سريعة وتستعمل وحلوة. يلا حتى نسويها، وتستعمل للصوف للشراشف وكل زين. اخذ الابرة هذه، طارت الأبر كلها، ماكو قد الأبر مالتي تطير. هذه هسه راح أسوي غرزة الزنجيل في المكان، مجرد حتى تتعلموا، مو يعني مو تطريز ثابت. مثلا هنا أريد أطرز مثلا غصن، فهو من نفس المكان، نفس المكان الأبرة، بس أطلعه للأمام. هذه نفس المكان
أطلع الغرزة للأمام وهكذا. وعادة يسوون بي مرات سووها يعني سووها على الشكل هذا للغصن، وإذا بس وحدة يسووها للوردة للأوراق مالت الورود، خاصة إذا فد شيء يعني بسيط وحلو هالشكل. ضعوا نفس المكان للأمام نفس الغرز، صارت وردة. ها فهذه هي، ومن هنا اثبتوها للأبرة. هسه مثلا هذه انتهينا منها، ثبتوها لان انا راح افتقها ما احتاجها. مرات اكو غرزة هي زنجيل بس نص زنجيل، يعني مو بهالشكل من البداية، لا من نصها، نص المسافة، منتصف المسافة هالشكل. هسه سويتها كبار، يا ممكن غرزة منا وغرزة منا. فهذه هي غرزة الزنجيل. بعد اكو غرزة الحشو، هذه هالشكل. ما عندي فد شي اسوي غرزة الحشو، يعني مثلا عادة للأوراق هسه نفترض أنه هنا أكو غرزة ورقة أريد أحشيها، فهذه يمها واللخة يمها واللخة هيجي وهكذا. إلى أن تنتهي الورقة ويقووها بالأخير أكو غرزة لخة كلش تستعمل بكثرة للحافات همين. هذه هاي هالشكل مسننة، قسم يسموها فستو، قسم يسموها أسنان المشط، قسم يسموها ما أعرف والله شنو بعد، بس هي يعني كلش تستعمل بكثرة خاصة للحافات الأشياء وللتطريز، وسريعة وحلوة. زين، وإلى هنا والسلام عليكم.